أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نستمر خلاله في متابعة المشهد في قطاع غزة، ولكننا سنركز في الساعة الثانية على هذا التصعيد الذي يبدو الحقيقة يتسع شيئا فشيئا ليشمل بشكل أوسع ربما اليمن والبحر الأحمر وكل المنطقة. هناك مخاوف جدية الآن من اتساع دائرة الصراع في ظل التهديدات الحوثية المرتفعة والواضحة والصريحة. هناك تحذير للإدارة الأمريكية من مغبة أي عدوان على اليمن، وبأن الحوثيين حينها سيستهدفون كل البوارج والسفن وكل المصالح الأمريكية في المنطقة. إذا غامر الأمريكي وأقدم على أي مخاطرة ضد الحوثيين في اليمن فإن المعركة ستتسع حتما، ودائرة النار ستخرج ربما من دائرة السيطرة كما يقول البعض. قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن إن أمريكا تسهم وتشارك فيما يجري في غزة، وحولت كل قواعدها في المنطقة لدعم إسرائيل. وأضاف عبد الملك الحوثي إن أمريكا قدمت نفسها كأنها الراعي للسلام، وتعترض على أي قرار لوقف إطلاق النار في غزة، وتصر على قتل المدنيين في القطاع. وأكد زعيم الحوثيين أن أمريكا وإسرائيل كلاهما ذراع للصهيونية العالمية التي تستهدف العالم الإسلامي. كما هدد عبد الملك الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وقال إن اليمنيين مستعدون لأي تبعات لتحركاتهم ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين. ودعا عبد الملك الحوثي للحشد العسكري في شمال اليمن استعدادا لحرب إقليمية محتملة كما قال. من جهته قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي أحزام الأسد إن الجماعة أعلنت حشدا شعبيا عاما لتجهيز مسلحين للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأضاف أن عملية الحشد الشعبي العام انطلقت في كافة المحافظات نصرة لأهلنا في قطاع غزة، وتم افتتاح معسكرات تدريب، وتطوع عشرات الآلاف من الشباب لتعلم المهارات العسكرية، وقد تخرجت بالفعل عدة مجموعات في مختلف محافظات البلاد وفق قوله. وتابع أن هذا الجيش الشعبي سيساند أهلنا في غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية على يد جيش الاحتلال بدعم من الولايات المتحدة وفق قوله. وهدد الحوثيون باستهداف المصالح الأمريكية في حال هاجمت الولايات المتحدة اليمن بعد إعلان واشنطن تشكيل تحالف لمهاجمة الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في البحر الأحمر على خلفية الحرب في غزة. وفي هذا السياق قال الحوثي إنه إذا كان لدى الأمريكي توجه لأن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو يرتكب حماقة باستهداف اليمن فلن نقف مكتفي الأيدي، وسنستهدفه هو، وسنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية والحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية وفق زعيم الحوثيين. وأيضا في سياق التصدي لهذا العدوان الصهيوني قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم إن بلاده ستمنع على الفور شركة الشحن الإسرائيلية زيم من الرسو في موانئها. وأضاف في بيان أن هذا المنع هو رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية. زعيم جماعة الحوثي إذن عبد الملك الحوثي يتوعد في خطاب له اليوم باستهداف البوارج والمصالح والحركة الملاحية الأمريكية إذا شنت الولايات المتحدة حربا على اليمن. عبد الملك الحوثي يقول طلبنا الدول التي تفصلنا عن فلسطين بفتح منافذ عبور لتسهيل وصول آلاف اليمنيين إلى فلسطين للقتال، ويقول لا أنتظر من الأوروبيين وكل تاريخهم الأسود دورا إيجابيا لصالح الفلسطينيين. وأضاف أن الأمريكان شركاء مع الصهاينة في كل جرائمهم منذ اللحظة الأولى. سؤالنا في هذه الساعة،
كيف يبدو لكم موقف الحوثيين بالذات بعد هذا الخطاب اليوم لعبد الملك الحوثي؟ ثم لماذا الموقف الحوثي يبدو أعلى سقفا وأكثر جرأة من كل الدول العربية؟ ونحن هنا لا نستثني أحدا الحقيقة. نعم هناك دول عربية قامت بأدوار متفاوتة، لكن أن تهدد الصهاينة بهذا الشكل وأن تعرقل الملاحة باتجاههم وأن تقف حجر عثرة أمام أي سفينة متجهة للكيان الصهيوني، بل وتهدد الأمريكان أيضا الذين جاءوا لنصرة هذا المحتل، فهذا سقف الحقيقة لم تسبقهم إليه أي دولة عربية. لماذا الحوثيين بهذه الجرأة يتساءل البعض؟ وما الذي ينقص العرب للانضمام إلى هذا المسار الحوثي؟ تخيل معي فقط، تخيل معي أن هذا الموقف الحوثي الآن الذي ورد في هذا الخطاب اليوم لعبد الملك الحوثي صدر كبيان مشترك بين عدة دول عربية، نطالب بوقف العدوان، نمنع أي سفينة من الوصول إلى كيان الاحتلال، ونحذر الأمريكان من مغبة استهداف أي من هذه الدول العربية. تخيل معي هذا السقف لو ورد في بيان مشترك لأربعة أو خمسة أو عشرة أو عشرين دولة عربية، ماذا كان سيكون وقعه؟ هل الحوثيون يتصرفون بتهور؟ ربما قد يقول بعض الخلايجة اللي متعودين ما شاء الله بالراحة والحماية الأمريكية، أم أن الحوثيين بهذا الموقف هم عرب أصلاء وأن هذا هو الموقف المطلوب في مثل هذه الملمات؟ لا توجد أنصاف حلول يقول البعض، إما أن تكون مع إخوانك أو أن تكون على الربوة وبالتالي أقرب إلى أعدائك وأعدائهم. لا يوجد موقف محايد الآن، من يقف على الحياد يغالط نفسه يقول عدد من النشطاء. طيب نعود للجمهور بعد قليل، ولكن دعوني أرحب بضيفي حلقتنا الليلة الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم سابقا من الجزائر. دكتور مقري مساء الخير. موقف حوثي لافت الحقيقة في نصرته لأهلنا في غزة وفي فلسطين عموما وفي سقفه المرتفع، كيف تنظرون إلى هذا الموقف وهذا الخطاب الذي ورد اليوم في خطاب لعبد الملك الحوثي؟ تحية طيبة لك وللمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. ما يقوم به الحوثي في الحق ينم على ذكاء كبير جدا، على جرأة في الحقيقة لا نرى مثلها كثيرا، وكذلك على عمل أدى إلى تأثير حقيقي. يعني ما يقوم به الحوثيون فعلا زعزع المنظومة الأمريكية الصهيونية وجعلها في حرج كبير جدا، وهي الآن تبحث على تشكيل تحالف دولي في مواجهة الحوثي. يعني الأمر لا يتعلق يعني بدولة يعني كبيرة ودخل في أحلاف وكذا، فهذا يدل بأن التأثير كبير جدا، وهذا سيكتب لهم في التاريخ. سيكتب التاريخ أن من أكثر من تدخل أو دخل في المعركة من خارج فلسطين، من خارج غزة، وكان له أثر ملموس هم الحوثيون. فإذا كفر خيرهم وبارك الله فيهم ويعطيهم الصحة، وهذا عمل بطولي وسيكتبه التاريخ، ونحن نشهد على ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن دكتور مقري، وأنت كنت رئيس حزب رئيسي في الجزائر، والجزائر أيضا بلد قوية وعندها قدرات بحرية وعندها قدرات برية وعندها حضور في العرب وفي قارتها الإفريقية وفي العالم، لكن هذا الموقف الحوثي، هذا البلد يعني اليمن الذي يعاني حصار ويعاني حرب ويعاني أوضاع اقتصادية صعبة، عندما نقارن بين اليمن وبين دول عربية أخرى ميسورة وأكثر قدرة وأكثر وفرة، لماذا بدأ الموقف الحوثي بهذه الصلابة وبهذا العلو فيما دول أخرى يعني عندها إمكانيات أكثر ولم تقدم على مثل هذا الموقف؟
والله لأن الحوثي عندهم مشروع، شوف الأمم والدول والمنظمات والجمعيات والجماعات التي تشتغل وتغامر وتركب المخاطر هي التي لها مشروع، حينما تكون وهي التي تصنع التاريخ أيضا. نعم، وهي التي تصنع التاريخ أيضا أحيانا. بكل تأكيد الذي له مشروع هو الذي يصنع التاريخ. أما الذي يعمل يعني يبالغ في التوازنات ويريد أن يحافظ على الوضع القائم حتى وإن لم يكن هذا الوضع القائم هو ليس في مصلحته وهو ليس في مكان مشرف وليس مؤثر في العالم، وإنما يريد أن يحافظ على التوازنات داخل بلده وأن يحافظ على سلطته ويحافظ على عرشه، هذا ليس مشروعا، هذا ليس مشروعا، هذا تسيير. يعني هؤلاء الرؤساء في العالم العربي هم مدراء دول وليسوا رؤساء دول. هناك فرق كبير جدا بين القائد والرئيس وبين المدير. القائد له رؤية، القائد له قدرة على ركوب الخطر من أجل مشروعه، من أجل فكرته، يحيط نفسه بأصحاب الكفاءات الذين يشتغل معهم ويشاركهم في الرؤية. ليس هذا هو شأن الدول العربية. للأسف الشديد الدول العربية قررت أن لا تدخل في المعركة. يعني في الحقيقة يعني بالله عليكم يعني كيف يمكن أن نفسر، كيف يعني هل ألا يخاف هؤلاء ما يكتبه عنهم التاريخ؟ يعني ما يحدث من مجازر يومية في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي كل مكان في حق أهلنا وإخواننا وأخواتنا في غزة، يعني ولا يهمهم هذا الأمر، وبعض منهم سفارات الكيان الصهيوني لا تزال عندهم. شيء غريب يعني، شيء غريب يعني. وكذلك مقاومة تبلي بلاء حسنا، تعجز هذا الجيش الذي كان يرهب منه الجيوش العربية يعني، وكل يوم يعني تدمر دباباتهم وآلياتهم وتقتل جنودهم. ألا 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 يعتبرون بأن المقاومة هي فرصة لهم؟ يعني في الحقيقة ما يحدث في فلسطين وما يحدث في غزة أعطى للدول العربية صورة في كيفية هزيمة الكيان الصهيوني. يعني يعني المفروض أن المقاومة سهلت للأنظمة العربية، سهلت لهم فهم كيف يمكن أن يتخلصوا من هذا الدولة التي زرعت في جسمنا والتي أعجزتهم جميعا والتي جعلتهم متفرقين وجعلتهم دائما خائفين منها، وإذا ما أرادوا أن يصلوا إلى أمريكا أصبحوا يصلون لأمريكا عن طريق الكيان الصهيوني، وأصبحوا يعتقدون بأن الكيان الصهيوني يستطيع أن يحاصرهم اقتصاديا، أن يهزمهم. ها نحن نعيش تجربة ميدانية نراها كل يوم بأن هذا الكيان يمكن أن يهزم. ألا يعقل هؤلاء الحكام العرب بأن يعتمدوا على هذه الأشكال من الكفاح؟ هذه نقطة في الكفاح، نقطة في غاية الأهمية دكتور مقري. نعم بالفعل المقاومة أظهرت بهشاشة هذا العدو وأظهرت عوراته ونقاط ضعفه، وكأنها تقول للجيوش العربية بأن تحرير كامل فلسطين وارد وفي سنوات أقل مما توقعنا، وبأن هزيمة هذا المحتل سهلة وميسورة. لكن بالعودة إلى الحوثيين، الحوثيون أيضا بخطواتهم الأخيرة أظهروا نقاط مهمة، أظهروا نقاط قوة هذه الأمة، لأنه كثيرا من ضيوفنا دكتور مقر يقول لك وماذا تستطيع الأمة أمام أمريكا وماذا تستطيع أمام الغرب، لكن الحوثيين رغم ضعفهم هم الحوثيين استطاعوا. نعم، وأظهروا أيضا بأن هناك عوامل قوة في الأمة، المعابر المائية مهمة للغاية. يعني الحوثيون عندما أوقفوا الملاحة في البحر الأحمر اهتز العالم وجاءت أمريكا تركض، والعرب يعني يملكون أغلب هذه المعابر، أليس كذلك؟ والله يا سيدي الفاضل أنا كنت اليوم أستمع لكلام للفيلسوف دوغين هذا الروسي المشهور، يعني يتحدث وكأنه يتحدث للحكام العرب، يقول بأن إسرائيل الآن هي في طريق الزوال، حتى ولو تدمر كل غزة فإنها قد انتهت استراتيجيا، وصار واضح بأن الدول العربية تستطيع أن تهزم إسرائيل. هذا فيلسوف كبير وهو يصنع الاستراتيجيات، وهو قد استلهم من معركة غزة، استلهم هذه النتيجة بأن الجيوش العربية لو تريد
لو تقرر فإنها تستطيع أن تنهي يعني هذا الكيان الصهيوني. اليوم صرنا نسمع يعني غربيين، أمريكان، روس، أوروبيين يقولون بأن هذا الكيان قد قضى على نفسه ولا يمكن أن يستمر. ألا يعقل الحكام العرب بأننا دخلنا لحقبة تاريخية جديدة، وأن طوفان الأقصى قد نقلنا من مرحلة إلى أخرى، وأن هذه المرحلة الجديدة هي مرحلة تحرير فلسطين؟ ألا يريد هؤلاء الحكام أن يشاركوا في هذا الشرف؟ هذا شرف كبير جدا، هذا عمل تاريخي كبير، وهو سينجز بهم أو بغيرهم، ولكن إن أرادوا المشاركة فهذا يمسح كل عيوبهم ويمسح كل ماضيهم ويجعلهم يتشرفون حقيقة بأن يكونوا مع الأمة. اليوم قد صار واضح بأن قضية الأمة هي القضية الفلسطينية، صار واضح جلي للجميع لمن لم يكن يؤمن بهذا بأن بوصلة الأمة هي القضية الفلسطينية، وأن شرعية الدول العربية كلها والدول الإسلامية كلها شرعيتها مرتبط بدورها في القضية الفلسطينية. اليوم صار الأمر واضح لمن لم يكن يفهمه. في هذا السياق أختم معك دكتور مقري، وهي نقطة في غاية الأهمية أيضا، يعني ضرورة أن يسهم كل بلد عربي ونخبته وقواه ويعني وقواه المسلحة وكل ما أوتي من قوة في هذا الشرف كما أسميته، المساهمة كل حسب استطاعته في هذا الجهد دعما لإخواننا في فلسطين. لكن ألا تراك خطوة أولى ربما يتوجب على النخب أن تجلس مع أنظمتها للتشاور حول ما يمكن فعله في إطار على الأقل تسجيل المواقف؟ يعني هل في الجزائر على سبيل المثال هناك إمكانية، هل طلبتم بذلك أن تجلسوا مع القيادة هناك للتحاور للتشاور لطرح وجهات النظر؟ لأن يعني وشاورهم في الهمرة هذا مهم، والأمة قد ربما تكون تمر بالفعل يعني بأهم مرحلة مفصلية في تاريخها. والله سيدي الفاضل، أنا لما كنت رئيس حركة ما من اجتماع ألتقي به مع السيد رئيس الجمهورية أو أي مسؤول إلا وأحدثه عن فلسطين، وأن المرحلة مرحلة التحرير قبل طوفان الأقصى، وأحدثهم عن المقاومة وضرورة دعم المقاومة، وأن تكون المقاومة هي مشروع الأمة كلها. الحكام العرب بالطبع دائما يعني يري خاصة يعني في الخليج وفي الدول المشرقية يعني يريدون يعني إظهار الانزعاج من علاقة المقاومة بإيران. فنحن دائما نقول للحكام بما فيهم الحكام الجزائريين بأن إذا أردتم أن تكون قضية فلسطين قضية الأمة كلها وليست قضية طائفة من الطوائف، عليكم أن تنخرطوا في دعم المقاومة، عليكم أن تقتنعوا بأن أوسلو انتهت، أن تقتنعوا بأن حل الدولتين لا يمكن أن يتحقق، غير ممكن، حتى الإسرائيليين لا يقبلوه. حل الدولتين أقبره الإسرائيليون، وبالتالي فهم قد سهلوا المهمة لنا وللأمة بأن التحرير قريب بإذن الله تعالى. فنحن دائما، أنا شخصيا كتبت رسالة للسيد رئيس الجمهورية عبر الأثير يعني، وتداولها الناس على مدى واسع بعشر نقاط، غير كذلك تحدث مع السلطات، فالحوار موجود، الحوار موجود. بالطبع الموقف الجزائري قبل طوفان الأقصى كان موقف جيد باعتباره يعني من الدول القليلة التي لم تمشي للتطبيع، كذلك محاولة يعني تحقيق يعني المصالحة الفلسطينية، ولكن لما جاء طوفان الأقصى الموقف الجزائري ليس موقفا جيدا، وهذا أقوله بكل صراحة وعبرت عنه في العديد من المناسبات. يعني الموقف الجزائري ليس في مستوى الحدث التاريخي، ليس في مستوى الحدث التاريخي. كان المفروض أن كل الدول العربية بما فيها النظام الجزائري أن ينخرطوا في المقاومة، يعني أن يلتقوا أن يكون لقائهم يومي، مش فقط اجتماع وتوصيات ثم تنسى هذه التوصيات. المفروض أن تكون هناك مجموعة أزمة على أعلى مستوى، تبدأ بالرؤساء ثم بعد ذلك رؤساء الخارجية وزراء الدفاع، ويبقى هذا اللقاء الدائم لحل هذه المشكلة. يعني بالله عليك أخي الكريم، هل يمكن يتصور أن المساعدات لا تستطيع أن تدخل؟ هيا تصور لو أن مثلا الدول العربية قررت أن تدخل
بنفسها وهي التي تحمي هذه المساعدات. هل يمكن للكيان الصهيوني أن يجرؤ أن يمنع هذه المساعدات؟ لا يمكن أن يحدث هذا، لا يمكن. لو مثلا المطبعين هددوا فقط بأنه إن لم تدخل المساعدات سنطرد السفراء ونقطع العلاقات لكان الأمر تغير. يعني شوف، ما يقال بأن هناك دول عربية تتمنى أن الكيان الصهيوني ينوب عنهم في القضاء على المقاومة، القضاء على حماس، يعني أصبحت له دلالات كثيرة جدا. يعني البعد السياسي، البعد السلطوي، البعد الإيديولوجي غالب في أذهان الحكام العرب على المبدأ، على الموقف، على التاريخ، على قضية المقدسة لفلسطين. هم ينظرون لفلسطين اليوم باعتبار أن من يتصدر المقاومة هو جزء من التيار الإسلامي، بالنسبة لهم إذا المشكلة أصبحت سياسية، يعني وكأن هؤلاء لا يجب أن يدافعوا عن وطنهم، في حين أن اليوم المقاومة يهتف باسمها أمريكان، يهتف باسمها أوروبيون، لا علاقة لهم بالدين، لا علاقة لهم بالإسلام. اليوم المقاومة يعني منصورة من ناس لا علاقة لهم بالالتزام الإيديولوجي ولا الديني. ألا يعي هؤلاء الحكام بأن الأمر تغير وأن المقاومة تجاوزت هذه الأبعاد، حتى هذه الأبعاد الدينية والإيديولوجية، وإنها قضية تحرر؟ اليوم الناس صاروا يتحدثون عن أبي عبيدة كشي جيبارا، كشي جيبارا. ألم نكن نحن نبتهج بشي جيبارا وهو لم يكن على ديننا؟ نحن كنا يعني نحتفي به ونتحدث، والناس يسموا حتى أسماء أولادهم به لأنه مقاوم. اليوم أبو عبيدة أصبح كشي جيبارا. اليوم المقاومة تجاوزت هذه الأبعاد. على الأنظمة العربية أن تعي بأن المقاومة لا علاقة لها بهذا التفكير الضيق، التفكير السلطوي، السير على السلطة، الخوف على العرش، على الكرسي. القضية قضية أمة، بل قضية تغيير العالم بأسره. العالم كله يتغير. لا. عليهم أن يعوا، عليهم أن يكونوا أذكياء، عليهم أن يفكروا خارج الإطار المنظومة الفكرية التي عندهم، وهذا بالطبع لمصلحتهم. والله لو قدموا ربع ما تتوقع منهم الشعوب لتعلقت بهم الشعوب. والله لو قدموا ربع ما تتوقع منهم الشعوب لصالح فلسطين وكان موقفهم مؤثر كما هو موقف الحوثيين أو أقل من ذلك لتعلقت بهم الشعوب. هم لا يدركون بأن مصلحتهم، حتى مصلحة دولهم، هي في دعم المقاومة. الزمن قد انطلق إلى أفق جديد وسيتجاوزهم الزمن. وعلى كل حال نحن متفائلون تفاؤلا كبيرا لمستقبل الأمة مهما كانت هذه الآلام التي نرى فيها. وبالمناسبة سيدي الكريم، يعني هذه الآلام التي يعيشها أهلنا في غزة، أقول لأهلنا في غزة، أقول لهم نحن نتألم، نحن نبكي يوميا، نبكي لما نراه من آلام، يعني قلوبنا تقطر دما. ولكن أقول لكم يا أخواننا في غزة، غيركم من الشعوب التي كافحت وناضلت ضد الاستعمار أصابها مثلكم وأكثر منكم. نحن في الجزائر في 8 ماي 45 في 3 أيام 45 ألف جزائري قتل من الاستعمار الفرنسي. يعني الاستعمار الفرنسي هو الذي اكتشف الخنق بالغاز، يعني كانت هناك حرب إبادة، نفس الشيء وقع في الفيتنام. يعني إبادة الشعوب من أجل تحرير بلدانها، يعني هذا حق، يعني هذه الضريبة. يعني أنا أقول لك، لو مثلا لو نحسب ما هي قيمة انقطاع حبل الناس عن الإسرائيليين، لو نحسب قيمة انقلاب الرأي العام لصالح الفلسطينيين، هل نستطيع أن نقدره بثمن؟ والله العظيم لو بذلنا الأموال الطائلة نحن والفلسطينيين من أجل أن ينقلب الرأي العام ضد الإسرائيلي لصالح فلسطين، والله ما وصلنا. هذه الآلام التي تألمتموها أنتم إخواننا الفلسطينيين، هذا القتل، هذه المجازر هي التي صنعت فعلها، هي التي جعلت الناس ينظرون إليكم ويعتبرون بأن قضية عالمية مركزية. هذه الدماء وهذه الأشلاء وهذه المظالم التي وقعت عليكم لم تحدث وعيا في الأمة فقط، بل أحدثت وعيا في العالم بأسره. هذا صحيح. أليس هذا المكسب مكسبا تاريخيا عظيما؟ هذا مكسب عظيم بإذن الله تعالى. الدكتور، بس الله تعالى إن شاء الله يعني يكون الخير للجميع، لإخواننا في فلسطين وللأمة كلها إن شاء الله وللبشرية كلها. الدكتور عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم حمص من الجزائر، نشكرك جزيل الشكر. بالفعل نعم، الآلام قد تكون كبيرة بالفعل،
ومن ودع حبيبا أو قريبا ابنا أو زوجة أو أخا أو أبا بالتأكيد يتألم، لكن عربون التحرير ومهر فلسطين مهر غالي، والشعب الفلسطيني يدرك، ذلك. ولهذا الفلسطينيون أهلنا في غزة وفي الضفة صابرون وممسكون على الجمر. هل رأيت غزاويا هاربا طالبا اللجوء كما كان يتوقع بعض الضعاف الشخصية؟ هل رأيت فلسطيني يقول تبا لكذا وغاضب من مقاومته ومن صمود شعبه؟ بالعكس، تراه من تحت الركام رافعا إشارة النصر. شعب عظيم ويسطر التاريخ، والله سبحانه وتعالى لن نخلف له وعدا، ومن وعد بالنصر هو رب العالمين، ليست هذه الأنظمة العربية المتهالكة أو الخاملة الحقيقة. طيب، نعود لسؤالنا في هذه الساعة، لماذا يبدو الحوثيون أكثر جرأة كما قلنا في نصرة أهالي غزة من كل الأنظمة العربية بلا استثناء؟ عبد الله مساء الخير وبركاته. يا أهلا بك. يعني سي صالح ركزوا لي، وضعوا 70,000 خط أحمر على كلمة وصابرنا على اعتراض دول لصواريخها ومنعها من الوصول إلى العدو. دول يعني السعودية ودول التعاون الخليجي. لا، هو لم يذكرها على كل حال من باب الأمان. قلت الأخ القعقاع أبو القعقاع عندما لم يشعر، يعني قال الحقيقة، قال أدعو إلى ضرب أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تتعاون أو تمنع الصواريخ من الوصول، لأن ها هنا معناها مربط الفرس. هو حق للسيد معناها للسيد عبد الملك الحوثي كما يناديه الإخوة، يقولوا له سيدي عبد الملك، حق له أن يسول ويجول وأن ينتفخ هكذا وأن يحاكم الكبار والزعماء وأن يزبد ويرعد ويهدد. مدام يعني مدام عرفات قال لك مصر مش مستعدة بقى يا فندم، يعني تعال فلنقارن بين إمكانيات الجيش المصري الذي يعتبر من أكبر جيوش المنطقة إقليميا بل عالميا، وإمكانيات يعني وهي حقيقة، وإحنا نقول لكل محسن أحسنت، يعني وأقتبس منهم أي طريق تؤدي إلى تحرير المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني مرحبا بها. يعني والحوثيين الذين هم بالأصل وبالأساس هم يعني ذراع من أذرع إيران العسكرية، لكن بارك الله فيك، بارك الله فيهم. يعني مصر مش مستعدة، مصر مستعدة بقى للتآمر، للتآمر على الشعب الليبي العظيم، ويخرج وعندها يجد الجرأة هو السيسي، يقول يعني قادرنا دي خط أحمر بقى، ويجيب الجنجويد ويجيب المرتزقة ويجيب السود ويسمح للأردنيين اللي هم في طرف العالم. طيب عبد الله، حتى 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 نستغل حتى نسرع ونستغل الوقت، وحطم الثورة الليبية المجيدة ودمر إخواننا الليبيين اللي هم من طيب عبد الله بالعالم، والذين يعني عبد الله إذا تسمعني لو سمحت، إذا تسمعني، لو هذا الموقف الحوثي ومده عبد الله تسمعني الآن جيد أنك تسمعني. طيب، لو هذا الموقف الحوثي صدر في أربعة أو خمس عواصم عربية بنفس القوة ونفس السقف، ما هو الوقع الذي كان سيحدثه بنظرك؟ يا راجل، لا نطلب منكم أن تحاربوا في مصر أو في الجزائر أو في تونس أو في المغرب. يا أخي، هاو أنور إبراهيم في آخر الدنيا ماليزيا، ليش ما يخرجش عبد الفتاح السيسي ويقول أمنع كل السفن الإسرائيلية التي تتجه ذهابا وإيابا عن طريق سيناء؟ ليش ما يخرجش النظام السعودي عوض أن يعترض الصواريخ الحوثية والتي ستسلطه فيما بعد إيران على دول الخليج، ستدكها دك الحوثيين. دورهم الحقيقي مش تحرير المسجد الأقصى، تخريب دول الخليج والأيام بيننا. يا أخي، ليش المخابرات المصرية تأتي بالأسلحة الدجال وتقوم بثورة في تونس وتبعث برجال مخابرات لتدمير الثورة التونسية؟ ليش تتآمرون على نحن؟ يا أخي، ابقوا على الحياد، يا أخي لا تقفوا مع الفلسطينيين في المفاوضات، أنتم فقط لا تتآمروا عليهم، وابقوا على الحياد. جميل. أنت يا سيد عرفات، يا من يعني قل لرئيسك الهمام هذا، نحن نفرق تمام تفرقة بين الشعوب، بين الشعوب وبين الأنظمة السياسية. على فكرة، تحية للأخ الحاج رضوان، أنا لست تونسي وهو ليس ليبي وليس هنالك جزائري ومصري ومش عارف إيش، نحن كلنا أمة واحدة، مشروعنا واحدة، نحن مشروع. شكرا لك. التوحيد. أشكرك عبد الله. شكرا لك عبد الله. علاء الدين من أمريكا، تفضل. خير صالح، يا أهلا بيك سيد الفاضل. منذ 7 أكتوبر سقطت الأقنعة، ومش حرام بعد 100,000 إنسان استشهد
وأصيب وناس تحت الركام. يجوا هلأ بعض الإخوة يطلعوا عشان يبيضوا صورتهم قدام الناس قدام الشعب العربي يقول لك أنا بدي أحرر فلسطين. يا رجل إذا أنت عندك يا أخ عبد الملك الحوثي، إذا أنت لسه لحد الآن محاصر مدن يمنية وقاطع عنهم الأكل، جاي أنت بدك تحرر غزة يا رجل هلأ يا صالح؟ لأنه الكل شاف أنه الأمور تقترب إلى النهاية، صاروا طلعوا ذراع فلان وفلان عشان مين؟ بس عشان يرمي. طيب كلام وصورة. كلام جميل حتى يكون كلامنا منسجم في هذا السياق. على دين أنت الآن فتحت نافذة من حقك أن تفتحها وإن كان الزمان ربما غير مناسب. طيب هل ترى الحوثيين الآن حتى يكملوا جميلهم كما يقال بالعامية لديكم في المشرق، حتى يكملوا جميلهم يمدوا أيديهم لإخوانهم في اليمن كافة ويرفعوا حصارهم عن إخوانهم ويقولوا يعني أنا لا أقول عفى الله عما سلف، تعالوا يدا بيد لنبني اليمن ونشكل ديمقراطية ونقف ضد هذا العدوان الأمريكي؟ هل ترى أنه الآن عبد الملك الحوثي ينقصه خطاب من هذا الشكل حتى يوحد اليمنيين؟ نعم سيدي أحسنت، وإنت جبتها بالصميم. يا رجل انتبه للشو اللي قاعد بصير عندك في اليمن. يا رجل أنت عندكم 100,000 صاروخ على حدود فلسطين الشمالية اللي هي جنوب لبنان على أساس تحرير فلسطين، لا كذابين، هذا عشان إيران تبتلع لبنان في بطنها، ما طلعش منهم ولا صاروخ 100,000. يا أخي شكرا شكرا، اللي بفلسطين بكفوا وبوفوا، بس ما حدا يسجل نقاط على ظهرنا، ما حدا يجي يبيض وجهه. سقطت الأقنعة بعد 7 أكتوبر، كلهم ظلهم مخروسين. شكرا لك أشكرك على الدين. أبو وسام من فرنسا يقول أعجبني كلام الأستاذ محمود عطية فيما قاله على الكذا المدعو إبراهيم عيسى. فعلا الأستاذ محمود يعبر عن رأي غالبية الشعب المصري. أبو آدم من الجزائر يقول مجلس أمن موجود في أمريكا، أمم متحدة في أمريكا، هل تعلم أن معظم الدول الأوروبية فيها القواعد العسكرية أمريكية ولا واحدة عسكرية أوروبية في أمريكا؟ وهذا يدل على السمع والطاعة. أما الموقف العربي هو مشرف لأمريكا والصهاينة فقط، يقول أبو آدم من الجزائر. طيب أخذ بعض الـ 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 ربما الـ الأسماء التي لم نعطيها فرصة. محمود من تونس يقول المجرم المنقلب السيسي لا ينتظر منه شيء، فهو صهيوني بامتياز وكل ما يقوم به هو ضد الفلسطينيين العزل والمحادثات التي تجري في القاهرة لا جدوى منها بحسب المثل، لو كان فالح راه طلع من امبارح. لا أدري إذا كنت صغت المثل بشكل صحيح. أبو أيمن من الأردن يقول كيف يكون في مصر حل الأزمة وهي عاجزة حتى عن فتح معبر رفح؟ مصر للأسف هي الخنجر في خصيرة الأمة. أحمد من المغرب. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام. تحياتي لك والطاقم اللي يشتغل معك. تفضل. السؤال المطروح هو ليس السؤال المطروح هو عرّانا معبر معبر الذي يفصل بين غزة ومصر. عرّانا كعرب وكأمة إسلامية، يعني ها نحن كيف نحن؟ لا نملك حتى معبر، لا نستطيع حتى أن نسير معبر بين دولة ودولة أخرى. إذن هنا يبدو واضحا أننا لسنا دول فقط. أما فيما يخص غزة، غزة هي النموذج الذي يجري الآن في غزة، هو النموذج الذي تحاربه أمريكا والغرب بصفة عامة. ما هو هذا النموذج فيما يتمثل؟ هو العقيدة. عقيدة الفلسطينيين الغزاويين، حتى أكون واضحا أكثر، عقيدة الغزاويين تختلف كليا على الأنظمة العربية. هذا هو الذي يريده الشعب. ماذا تفعله غزة؟ يعني أمريكا ومعها إسرائيل يريدون كسر شوكة العرب، وعندما رأوا هذه الشوكة لدى قطاع غزة الذي لا يقبل الظلم ولا يقبل الضيم ولا يقبل الهيمنة أرادوا تركيعه بكل ما أوتوا من قوة. نعم. هل تراهم نجحوا في ذلك؟
أتمنى ألا ينجحوا، ولكنهم النصر لهم، لأن هم يؤمنون بما قاله الله. أنت تتحدث عن أهالي غزة بالطبع. نعم، هذا المشروع الذي هم يحاربونه، حتى العرب الآن صاروا في هذا الآن الطمة الكبرى هو أن خوفت الأنظمة العربية من انتصار غزة، من انتصار الفلسطينيين. أنت برأيك بعض الدول العربية تخشى انتصار غزة؟ نعم. هل لك أن تسمي بعض هذه الدول؟ منهم نحن الآن في المغرب. الله أكبر. وفسر لي أستاذ صالح، أنا منذ بداية هذه منذ أن الآن في عمري 50 سنة وأنا أسمع قضية الفلسطينية، مفاوضات 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 ماذا جنينا من المفاوضات؟ هل نملك حتى قرار يمكننا مثلا تخرج دولة عربية تقول للمجلس الأمن يجب أن يوقف هذا لأنه هذا حتى هل سمعتم دولة واحدة قالت هذا الكلام بقوة بكلام يعني يمكن أن يسمع؟ شكرا لك، أشكرك على هذه الجرأة والصراحة، أشكرك أحمد من المغرب. فاطمة من فرنسا فقدناها، ننتقل لفاطمة من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. معليش فيه ملاحظة فقط على السريع، بعد أن أشكر لفضيلتكم هذا الجهد، وفي الحقيقة يعني بصدق أنتم إعلامي يعني يتجلى فيكم الصدق، وأنكم بصدقكم هذا تناصرون القضية الفلسطينية، وأن الله تعالى يجزي الصادقين بصدقهم، إن شاء الله ربي عز وجل يجازيك على هذا الصدق وهذه الحمية لأجل قضية فلسطين ولأجل إخواننا في فلسطين. بارك الله فيكم كإعلامي ناجح وكإعلامي لا تخشى في الله لومة لائم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. بالنسبة للملاحظة قبل أن أتكلم في هذا الموضوع، هو أنه رجاء أن من يتصل بالخط المباشر تعطى له الأولوية، باعتبار أنه ممكن أنه رفيد ويذهب ولا يتكلم. صحيح صحيح، هذه يعني هذه نعم هذه ملاحظة يعني دائما نوجهها لإخواننا في الاتصالات. أنا والله أنا لا أمن على هذه التعبئات، فقط أنا يعني ربما ما يذهب الرصيد ولا أحظى بال. صحيح، يا ريت الزملاء في الاتصالات يراقبوا هذا، اللي يتصل على المباشر عنده الأولوية حتى لو كان في نهاية القائمة. تفضلي فاطمة. نعم يزيد فضلك. بالنسبة للقضية قضية الإخوة الحوثيون، أبارك لهم جهودهم وأثني على جهودهم، إن كانوا في اليمن، إن كانوا في العراق، إن كانوا في لبنان في المقاومة الإسلامية في لبنان أو حزب الله، كل من يدافع عن الأقصى أنا أبارك، ولست ها هنا لأتحدث عن المذهبية ولا هذا هو وقتها، فهم أخي الكريم. نعم. فالآن يعني أنا لا أشق على صدور هؤلاء لأعلم إن كانوا يعني مؤمنين أو غير مؤمنين. الآن الأخ الكريم من أمريكا على الدين يعني كأنه شق على صدري ليعلم نوايا. إذا كانوا هم يعترفون أن قضية فلسطين جعلت اليمن موحدة، وحتى وزير إعلامهم والله نسيت اسمه دون الشام اسمه قالها صراحة، قضية فلسطين جعلتنا أمة واحدة وكلنا متكاتفون لأجل أن ننصر قضية فلسطين ولأجل أن ننصر الأقصى. حتى أن إعلاميا سأله ألا تخشى من أمريكا وإسرائيل أن تدككم دكا وأنتم قوة مستضعفة؟ قال والله إذا قضوا علينا فتلك شهادة نبتغيها، وإذا انتصرنا فتلك نعمة من الله. على الأقل قال له لا نكون أمام الله. طيب باختصار فاطمة رجاء لأن الوقت انتهى، بكلمة واحدة ماذا لديك أن تضيفي؟ والله أنا أضيف أن أقول يعني لهؤلاء بارك الله فيكم، ومن يحقد ويحسد أن هؤلاء سبقوهم فليتق الله فيهم، لأن هؤلاء مؤمنون فعلا، قضيتهم جعلوا قضية. شكرا لك، واضحة الفكرة، أشكرك فاطمة وعذريني طبعا لضيق الوقت. أنا فقط أكرر كلمة قلتها وقالها أحد المشاركين منذ قليل، ربما ما ينقص الحوثيين الآن حتى يبيضوا الصورة، لأنه بالتأكيد كلنا كل واحد عنده تاريخ وصفحات غير يعني لا ترضي الجميع، وهناك يعني دماء سالت وهناك أيضا انهيار للشرعية وما إلى ذلك، لا نريد العودة إلى الماضي، ولكن أقول بإمكان الحوثيين الآن أن يبيضوا صورتهم وأن يغلقوا خلافات الماضي، أن يخرج عبد الملك الحوثي في خطاب آخر وسريع
أمام هذه التهديدات الأمريكية ويعلن لأبناء شعبه تعالوا إلى كلمة سواء، نعبد الله سويا ونوحد بلادنا ونحكم وفق الديمقراطية وما تقتضيه القوانين، ويتنصل الجميع من حب الكراسي، وأن يرفع الحصار عن تعز وعن باقي المدن اليمنية، ويقف اليمنيون يدا واحدة، ونحن من هذا المنبر نبارك لهم هذا الجهد. يجب يعني لن يكتمل المشهد بدون هذا الخطاب وهذا التوجه. نوجه هذه الكلمة من القلب لأهلنا هناك في اليمن، كلمة تنهي الخلاف وتوحد الصف جميعا ضد كل التهديدات الأجنبية، وأن يحكم من خلال الصندوق ومن خلال ديمقراطية تسعد اليمنيين جميعا، ويتم ربما التجاوز الماضي. يريد يعني ما أحوج اليمنيين لهذه الخطوة. والحقيقة الكرة الآن في ملعب عبد الملك الحوثي، والحوثيين هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا الآن. أنا أعتذر كالمعتاد، دائما أظلم جمهوري على الواتساب، ولكن اعذروني بالفعل، أدركنا الوقت. أشكر إسماعيل من الجزائر، إسراء صليح من المغرب، الطاهر من سويسرا، حسنية من ليبيا، إبراهيم ثابتي من الجزائر، ليلى من مصر، نور الدين سليمان أشكرك، نور الدين أيضا من فرنسا، عبد العالي من المغرب، أبو خالد شكرا لك، زين العابدين من المغرب، مريم عفانة من الأردن، حسن العماري، وأسماء كثيرة، قتيبة من أمريكا، وأسماء أخرى عديدة. أشكركم جميعا فردا فردا، ولكن اعذروني هذا ما سمح به الوقت. كما قلنا، نختم إذن كالمعتاد بفقرتنا الأخيرة مراسلو الرأي الحر. أبدأ هذه الفقرة الليلة من تونس. سميحة تقول: صمود أهالي غزة على أرضهم بعد أكثر من شهرين من حرب إبادة همجية بدعم أمريكي غربي وحصار خانق يعتبر انتصارا لا شك فيه لأصحاب الأرض مقابل المحتل. بدر من المغرب: المطلوب من الشعوب بالعواصم العربية الخروج إلى الشارع بالملايين ضد الحرب الهمجية التي تستهدف أهلنا في غزة، وحث مسؤولين على مقاطعة الإدارة الأمريكية الملطخة أيديها بالدماء الفلسطينية. غيث من ليبيا: نقترح، يقول، على النشطاء الحقوقيين الاهتمام بملف جرائم الحرب التي تصل لجرائم الحرب، والعمل على رفع قضايا ضد الكيان الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية، خطوة مهمة الحقيقة المفروض يتولاها المحامين والحقوقيين والمؤسسات الحقوقية كافة، وخصوصا في عالمنا العربي والإسلامي. صالح من مصر يقول: البلاد الغربية التي أنتجت مفكرين عظماء نادوا بالحرية هي ذاتها التي تساعد الدولة الصهيونية في مجازرها بحق أهالي القطاع في تناقض كبير مع تلك القيم. الحاج من الجزائر: الشعوب ومن ثم الشعوب ولا أحد غيرها تستطيع إجبار المسؤولين العرب في العمل على إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فعال، كما يقول الحاج. كالعادة نذكر برقم هذه الفقرة لمن أرغب أيضا في مراسلتنا، رسالة مكتوبة لا تزيد عن 5 أسطر أو فيديو لا يزيد عن دقيقة. بإمكانك تركز على غزة، على الضفة، على فلسطين، على الهوان الذي نعانيه على المستوى الرسمي وقعنا العربي، أو في أي ملف آخر تشاء وتراه مهم. الرقم أمامك واتساب 044-77-627-60-809. يريد كل من يتابعنا يسجل هذا الرقم حتى ما ينساش، وتسجل الفيديو وترسل به إلينا مباشرة. لقاؤنا بحول الله تجدد يوم السبت المقبل. حتى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.